المباراه القويه جدا بين فريق نادي اساطير الانديه المصريه واساطير الاهلي والزمالك. انا دلوقتي منورني طبعا الكابتن حسن مستكاوي المشرف العام على فريق اساطير الاهلي والزمالك. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله الحمد لله. يعني خليني في الاول اقول لك هارد لك للفريق، بس كان في اداء قوي. يعني مبسوطين، يعني احنا ناس مبسوطه، الجمهور مبسوط، بيشوف نجوم قدام كتير جدا حبوهم اكيد. يعني 5-4 كان في حماس في الملعب، الاثنين عايزين يكسبوا، انا كنت عايز الفرقه بتاعتي تكسب طبعا، فتحي سند عايز فرقته تكسب وهكذا. يعني انما الفكره انك انت الناس جايه تتبسط، مش يعني احنا في صيف، عارفه الصيف جميل ازاي يعني. قولي ايه رايك في مهرجان العالمين حتى الان وفكره تنظيم ماتش زي ده؟ يمكن النسخه اللي فاتت تبعنا كان في ماتش كمان الجيل الذهبي، وتنظيم في النسخه دي كمان ماتش زي او مباراه زي المباراه بتاعت النهارده. خليني بس يعني اكون اتكلم يعني على المهرجان بشكل اعمق شويه. اتفضل. يعني انا من وجهه نظري، انا مصري وبحب بلدي وعارف كويس قوي ان صناعه السياحه من اهم صناعات الدخل القومي للدول الكبرى اللي عندها 50 و60 و40 مليار سايح. احنا عندنا شواطئ في البحر الابيض المتوسط، مش هتكلم على البحر الاحمر، لكن عندنا شواطئ في البحر الابيض المتوسط ليس لها مثيل لا في تركيا ولا ايطاليا ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا اي دوله على البحر ده. احنا انا بشوف ان منطقه العالمين دي انا شفتها قبل كده من 10 سنين ومن 7 سنين، وهي احراش، وهي يعني حاجه صحراء يعني. فخمس سنين تحولت الى منطقه جذب للمصريين. لا يمكن ابدا الاجانب يجوا الا لما اهل البلد نفسها يبقوا موجودين يعملوا حياه في المنطقه. ده في العالم كله، لما تعمل حياه في برشلونة، في شوارع برشلونة، في تركيا، في أنطاكيا، في كذا، هتلاقي السواح يقول لك أهل البلد بيروحوا هناك في محلات وفي فنادق، وساعتها هتبقى هيجي الأجانب. يعني بحيي حضرتك فعلا، يمكن النقطة دي تحديدا مهمة جدا، فكرة انه احنا اللي نشجع وندعم السياحة في بلدنا دي نقطة مهمة جدا، واحنا كمان اللي لازم نتكلم عنها وننقلها. طبعا لما الناس الاجانب يعني الدول الشركات السياحة الاجنبية تشوف المهرجان ده وتشوف الحفلات وتشوف الناس وتشوف الاحتفالات وتشوف المحلات والمطاعم هتقول للاجانب الله ده مكان. طبعا مع الشواطئ الجميلة، مع الامكانيات والمباني اللي حوالينا دي كلها، اكيد الصناعه دي، السياحه دي صناعه مهمه جدا. طبعا اكيد. طب نرجع بقى للفريق النهارده، تقيم اداء فريق حضرتك النهارده ازاي؟ في 3 اصفار وفي يعني 3 5 6 او 7 يعني. مين مان اوف ذا ماتش؟ بالنسبه لفرقتنا احنا احمد حسن. احمد حسن والتاني على طول امير. الباقيين يعني ميدو جاب جون حلو قوي طبعا، بس يعني كنت اقول له انا كنت اقول له اطلع، فخفت لا يقول لي تاني انا برضه، هو انا كل مره، فقلت بلاش اسكت. على ايه؟ طب عايز تخطف مين من الفريق التاني؟ الفريق التاني في 2 مين عينك كده على مين؟ حلواني طبعا وحسام حسن، شباب بيجروا بامكانياتهم، هم اللي كسبوا الفرقه الثانيه، كل واحد دول 9 مستريح يعني. الحقيقه انا شايفه اداء كان قوي جدا في الملعب، وكمان شايفه يعني الحقيقه اداره كبيره جدا للفريق ومحترمه الحقيقه، واكيد هيبقى في مباريات ثانيه وهتكون اقوى من كده. خلينا نقول بلاش اداء قوي بس عشان نبقى اداء مميز. خلينا مختلف ان احنا كنا موجودين عشان ننبسط، واتبسطنا بصراحة. بس دي بقى ده في حد ذاته اداء قوي. دي الترجمة الحقيقية للمباراة. احنا مش بنتكلم اداء قوي على بمقياس الكورة، احنا بنتكلم اداء قوي بمقياس الحضور والوجود والتواجد والتفاعل. ما كناش ولا برشلونة ولا اسبانيا ولا ولا الحاجات دي يعني. كابتن ده صيف، كل سنة وحضرتك طيب. كده ايوه، ما كل سنة وانت طيبة. كابتن حسن مستكاوي نورتنا.